خبر ثار، الحكومة تسعد المواطنين بألف جنيه والطلاب بميتين جنيه شهريا. اعرف الشروط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم معايا في فيديو جديد من قناة ترند. لو الفيديو عجبكم ياريت تدعموني بلايك وشير، تفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا معايا في القناة حتى يأتيكم مني كل جديد. ويلا بينا على التفاصيل. الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما تولي اهتماما بالمواطن المصري وتضعه بصفة مستمرة على رأس الأولويات. ومنذ تولي الرئيس حكم مصر وهناك عدة برامج وجهت بها الدولة للوقوف بجانب محدود الدخل من خلال مجموعة من البرامج مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة وسكن كريم وغيرها من البرامج التي تستهدف المواطن البسيط. تولي الحكومة كل اهتمام بالأسر الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة، خاصة في القرى الفقيرة، لإيمان الدولة وإنحيازها للمواطن أولا، وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية خاصة للفئات الأكثر احتياجا. وفي وزارة التضامن الاجتماعي تم إطلاق عدة برامج بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لها أو ليس عندها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن، ويستفاد من تلك البرامج الملايين من المصريين. وفي هذا الإطار والتوجه من الحكومة المصرية، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن شروط إجراءات التقدم لبرنامج كرامة في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية للحصول على منح ومساعدات مالية بتصل إلى 1000 جنيه، حيث أكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أنه لابد من توافر هذه الشروط: 1- صورة بطاقة الرقم القومي، 2- صورة شهادات ميلاد الأطفال من عمر يوم إلى 18 سنة، 3- إفادات من مدارس الأولاد من عمر 6 سنوات إلى 18 سنة، 4- آخر 3 إيصالات كهرباء، 5- صورة بطاقة التموين إن وجدت، وصورة قسيمة الزواج، 6- طابعة برنت تأمين للزوج أو الزوجة، 7- في حالة وفاة الزوج أو الزوجة شهادة وفاة، 8- في حالة طلاق الزوج أو الزوجة قسيمة الطلاق. تسعة، في حالة العجز شهادة كوميسيون طبي رسمية لعجز أكثر من 50%. شروط التقدم هي: واحد، لابد أن يكون المتقدم غير موظف في أي جهة حكومية أو قطاع عام أو خاص، وغير مؤمن عليه أو له معاش ضماني، وذلك يتم عليه من على قاعدة البيانات بالوزارة. 2- مسنين فوق 65، معاقين غير قادرين على العمل. 3- شخص واحد 350 جنيه طبعا،
أربعة شخصين ب700 جنيه، خمسة ثلاث أشخاص ب1000 جنيه، صرف 200 جنيه للطلاب. كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يجوز منح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة منحة دراسية تصرف شهريا لكل طفل من المستفيدين من المعاش، وذلك بشرط التزامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط، وذلك بحد أقصى 200 جنيه شهريا لمدة 8 أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي. وزارة التضامن أشارت عبر موقعها الإلكتروني إلى أنه يقدم طلب للحصول على المعاش بعد استيفاء بيانات الطفل، وذلك بوحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل إقامته. من يستحق المنحة؟ واحد، الأطفال الأيتام أو مجهول الأب أو الأبوين. اتنين، أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت. تلاتة، أطفال المسجون لمدة لا تقل عن 3 سنوات. ومن جانبهم أكد المواطنون عن أكد المواطنون عن سعادتهم بالقرارات أكد المواطنون عن سعادتهم بالقرارات الهامة التي تتخذها الدولة لحماية محدود الدخل والفئات الأكثر احتياجا والفقيرة. وقال نادر أشرف إن الدولة المصرية تقف بجانب جميع المواطنين، وهناك برامج حماية للأسر الفقيرة لم تكن موجودة من قبل، مما يؤكد على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بكافة فئات الشعب المصري. وأضاف علاء خليل إن هناك اهتمام من الدولة لجميع المصريين، حيث شهدت فترة تولي الرئيس زيادات كبيرة في المرتبات والمعاشات وعلاوة، بالإضافة إلى تكافل وكرامة، وكلها توجهات تؤكد حرص الدولة على توفير حياة كريمة لكافة المصريين. وفي النهاية لو الفيديو عجبكم ياريت تدعموني بلايك وشير، تفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا في القناة للي ما اشتركش قبل كده حتى يصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.